مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم الموجز. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن مواساة السودان حكومة وشعبا للشعب التركي في ضحايا الزلزال الذي وقع في الأراضي التركية وأودى بحياة عدد كبير من المواطنين الأتراك. وأكد البرهان في الاتصال الهاتفي تضامن السودان الكامل مع الشعب التركي واستعداده لتقديم كل ما من شأنه تخفيف وطأة هذه الكارثة على الشعب التركي. وأعرب رئيس مجلس السيادة عن عميق حزنه ومواساته لشعب تركيا ولأسر الضحايا، مؤكدا وقوف حكومة السودان مع الحكومة التركية لمواجهة هذه المحنة الإنسانية الأليمة، وتمنى سيادته عاجل الشفاء للمصابين والجرحى. أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عجار بالجهود التي تتضع بها منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية لدعم المشاريع التنموية والاجتماعية بإقليم النيل الأزرق، وحرصها على تقديم الخدمات التوعوية والصحية لمعسكرات النازحين واللاجئين. وأمن خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس المدير القطري للمنظمة ويتني وارد على ضرورة تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي من أجل التنمية المستدامة بإقليم النيل الأزرق. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر بالقصر الجمهوري أمس الاجتماع الموسع الذي ضم عددا من ممثلي البنوك والمؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات ومنظمات المجتمع المدني، وبحث الاجتماع كيفية مساهمة الشركات والمؤسسات ودعمها للمشروعات التنموية والخدمية والصحية بولايات دارفور، وذلك ضمن مسؤولياتها المجتمعية. وشدد الاجتماع على أهمية مشاركة ودعم ومساهمة الجهات والمؤسسات والبنوك وشركات الاتصالات لمعالجة الأوضاع الخدمية بدارفور في إطار مسؤولياتها المجتمعية. عزى عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي التعايش السلمي المجتمعي الذي تتمتع به محلية التضامن رغم تعدد الإثنيات فيها، عز ذلك إلى روح التضامن والتعاون البناء الذي يتصف به مواطن المحلية. واعتبر لدى مخاطبته أمس اللقاء الجماهيري بمنطقة ترتر بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان، اعتبر الأمن والاستقرار بالمحلية أنموذجا يجب أن يحتذى به في بقية محليات الولاية. ووجه كباشي قائد القوات البرية رشاد عبد الحميد بنشر قوات الفرقة العاشرة على الحدود مع دولة الجنوب سدا لأي ثغرات أمنية. دشنت منظمة الاغتنام للتنمية البشرية بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني دشنت الحقائب الإيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، وهي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وكشف المدير التنفيذي لمنظمة الاغتنام للتنمية البشرية منتصر البشير عن أن الحقائب سيتم توزيعها في 10 ولايات هي النيل الأبيض، سنار، الجزيرة، القضارف، كسلة، نهر النيل، شمال وغرب كردفان، وجنوب وغرب دارفور. وقال إن الحقائب تحتوي على مواد غذائية وبطاطين وناموسيات ومستلزمات منزلية أخرى. وأوضح منتصر أن العمل يأتي امتدادا لما قدمته السعودية في الخريف الماضي. من جهته أكد السفير السعودي علي بن حسن جعفر التنسيق التام مع الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية لتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية. استمع حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم أحمد العمدة بادي لتنوير متكامل حول أهداف قافلة الحملة القومية لمكافحة المخدرات التي وصلت الإقليم أمس. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس مدير الإدارة العامة للتوجيه والمناشط برئاسة الشرطة الاتحادية ورئيس القافلة الخاصة بدعم الحملة القومية لمكافحة المخدرات عثمان محمد فضل المولى، بحضور مدير شرطة الإقليم طارق عريطاها
وأوضح مدير الإدارة العامة لتوجيه والمناشط برئاسة الشرطة الاتحادية أن القافلة تهدف لرفع الروح المعنوية والحس الوطني لمنسوبي الشرطة بالإقليم، إلى جانب التوجيه بمخاطر المخدرات على المجتمع. وتناول الترتيبات الجارية لتنفيذ المناشط الرامية لحشد الطاقات من أجل إنجاح الحملة القومية لمكافحة المخدرات. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الموجز، في أمان الله.